للوقوف عند قرار حكومة السودان الذي ضيق على فلسطيني العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي الفلسطيني من فلسطيني العراق محمد المحمدي. أستاذ محمد، مرحبا بكم. يعني حكومة السودان أصدرت قانونا ينص على عدم السماح لفلسطيني العراق بالسفر إلى الخارج لأكثر من 30 يوم. ما أثر هذا القانون عليكم كفلسطيني العراق؟ تحية طيبة لك أخي العزيز والمشاهدي قناة الرافدين. أهلا بك سيدي. بداية الموضوع يبدأ منذ 2017، منذ أن تم إلغاء قرار 202 والذي ينص على معاناة الفلسطينيين ومعاناة العراق. فبدأت معاناة اللاجئين الفلسطينيين في العراق تترتب عليه الكثير من الأمور. فتم تغيير هوية الإقامة من هوية إقامة إلى هوية لاجئ. من ثم تم قطع راتب التقاعدي عن الموظف الفلسطيني الذي خدم العراق لأكثر من 35 عام. يعني مجرد ما يتوفى تحرم عائلته من راتب التقاعدي. مؤخرا قبل 3 شهور تفاجأ اللاجئين الفلسطينيين في العراق. هناك قرار من مديرية اللجنة الدائمة التابعة لوزارة الداخلية العراقية تحدد مدة سفر اللاجئ الفلسطيني خارج العراق بالثلاثين يوما، بينما إدارة الإقامة تضع استيكر على جواز السفر وتعطي المغادرة والعودة لمدة 3 شهور. فعند مراجعة الناشطين والهيئة الدبلوماسية الفلسطينية متمثلة في السفارة، اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تتعامل مع اللاجئ الفلسطيني حسب قانون 51 لسنة 51. هو قانون اللجوء السياسي. وكما يعلم الجميع أن اللاجئين الفلسطينيين في العراق هم ليس لاجئين سياسيين حتى يطبق عليهم هكذا قرار. طيب. بينما دائرة الإقامة يعني هذه الدائرة تابعة أيضا لوزارة الداخلية. تتعامل مع اللاجئ الفلسطيني حسب قانون 76 اللي هو صدر في 2017 يحدد إقامة الأجانب. وفي المطارات وفي المنافذ البريه يتعامل مع اللاجئ الفلسطيني حسب الاستيكر الموجود على جواز السفر والذي مكتوب عليه حق يمنح مغادره عوده لمده 3 شهور. طيب. فمنذ الغاء قرار 2017 اللاجئ الفلسطيني منذ 5 سنوات يعيش في فراغ قانوني يوضع يترك بمزاجيه الموظف والدائره المعينه أو حتى الوزارة المعينة. يعني لا يوجد هناك قانون ينظم حياة اللاجئين. فالكثير من اللاجئين الفلسطينيين يغادرون العراق للعلاج للدراسة. فأكيد أنه راح يبقى خارج العراق مدة كبيرة. فعند عودته للعراق لزيارة ذويه وزيارة أهله وقاربه أو إجراء بعض المعاملات يتفاجأ من اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين بمنعه إعطائه سمة المغادرة. طيب أستاذ محمد، وعليه أن يقدم طلب. هذا الطلب كما تقول الجهات المعنية يرفع لرئيس الجمهورية حتى يعطيه صلاحيته أن يعطيه شهر إضافي خارج عن الشهر الذي تم منحه من اللجنة الدائمة، علما أن دائرة الإقامة تتعامل بقانون، دائرة اللجنة الدائمة تتعامل بقانون. الوزارة الداخلية المسؤولة عن الدائرتين لا تعلم بهذه القرارات المفاجئة. في كل يوم يتعرض اللاجئ الفلسطيني للأسف. طيب أستاذ محمد، بقوانين جديدة. أستاذ محمد إن سمحت لي، يعني كان لكم حق في موضوع التعليم والتداوي، وأيضا حتى كان لكم بطاقة تموينية كفلتها الدولة العراقية قبل 2003 تشمل جميع الفلسطينيين الموجودين في العراق، ولكن ما الأسباب التي دفعت الحكومة في بغداد لإلغاء هذه الحقوق؟ نعم، كما أشرت لك قبل قليل أنه قبل كان يعامل الفلسطيني معاملة العراقي حسب قرار 202 في 2001. ولكن بعد إلغاء مجموعة من القوانين العائدة لمجلس قيادة الثورة من حل كان من ضمن هذا القانون، فبدأت الحكومة العراقية تستثني اللاجئ الفلسطيني في المعاملات. يعني عليه أن يثبت في التعليم العالي أنه مقيم من 48.
في البطاقة التموينية تم حجب الكثير من اللاجئين عن بعض التدخلات من قبل وزير التجارة. نعم. عادت بعض وكرة البعض. حرم اللاجئ الفلسطيني من الراتب التقاعدي عند التوفي. لم يشمل في العفو العام. لم يشمل بتعويضات العمليات الإرهابية. فأصبح كل شيء يوضع باستثناء اللاجئ الفلسطيني فيه. وذلك بسبب أنه لا يوجد قانون واضح وصريح ينظم حياة اللاجئ الفلسطيني. طيب. وتعاقبت الحكومات منذ حكومة حيدر العبادي وعادل عبد المهدي ومن ثم الكاظمي. كان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ووعد أن يكون هناك قانون ينظم حياة اللاجئين الفلسطينيين، وراح سليم الجبوري وجاءت الدورة البرلمانية اللي بعدها. نعم. اللي هو محمد الحلبوسي، وتم تسليم محمد الحلبوسي كتاب رسمي من الناشطين الفلسطينيين وضعه باليد واطلع عليه ووعد ان شاء الله يتم التصويت عليه. تم قراءة اولى وثانيه. نحن بانتظار التصويت على التعديل الذي تم مقترح من اللجنه القانونيه في البرلمان العراقي. طيب. ان يعامل الفلسطينيين معاملة العراق، وللاسف انتهت الدوره البرلمانيه الماضيه ولم يتم التصويت عليه. ولكن استاذ محمد، الحكومات المتعاقبه بعد 2003 يعني رفع شعارات تحرير فلسطين والأقصى، كيف يمكن قراءة هذا التناقض؟ هي ترفع شعارات تحرير فلسطين ولكنها تضيق على الفلسطينيين داخل العراق، كيف تقرأ هذا التناقض في الموقف؟ صوت غير واضح، ممكن هذا السؤال؟ الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 رفعت شعار تحرير الفلسطينيين والأقصى ولكنها تضيق الخناق على فلسطيني العراق، كيف تقرأ هذا التناقض؟ سؤال جميل جدا. نعم. تم طرحه مباشرة على الشيخ خليفة الخنجر، كان رئيس كتلة مباشرة، فكان حاضر في إحدى الندوات أو الاحتفاليات المساندة للقضية الفلسطينية، فوقف أحد الناشطون وقال له يا شيخ قبل أن نطالب بحقوق اللاجئين حقوق الفلسطينيين في فلسطين اعطونا حقوقنا، ووعد وقال إن شاء الله سوف يتم. قبل أيام تم مناشدة رئيس الجمهورية حين صرح في مساندة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. ونحن كلاجئين فلسطين في العراق وناشطين وصحفيين طالبناه بأن يعطينا حقوقنا كلاجئين قبل. نعم. أن يتكلم عن حقوق الفلسطينيين. باختصار أين توصلتم؟ أين توصلتم باختصار لو تفضلتم؟ والله نحن الآن حقيقة يعني منذ 5 سنوات لم نحصل على شيء غير الوعود. نعم. الكل يوعد ولكن لا شيء على أرض الواقع. من بغداد الصحفي الفلسطيني من فلسطيني العراق محمد المحمدي، شكرا جزيلا لكم.